السلام على كابتن رضا وكابتن ابو الدهب. حبيبي يا حزومه، ازيك كابتن؟ الله يخليك. اخبارك ايه يا وحش؟ الحمد لله كابتن، ربنا يخليك. ربنا يوفقك يا حبيبي. رايك في نتيجه اللقاء النهارده كابتن من وجهه نظرك يعني؟ والله اللقاء النهارده انا شايف ان احنا كنا بدانا غلط من الاول خالص. الاول كان لازم يبقى في تامين، والموضوع بتاع سامسون ان هو يلعب هاف ليفت دي كان عمل عليه ضغط كبير جدا من ناحيه فتوح اول ربع ساعه او نص ساعه لغايه لما الجونين جم. يعني انا شايف ان الجونين جم من الناحيه دي بسبب ان كان فتوح لوحده خالص، يعني ما فيش حد بيلعب جنبه خالص. وانا كان من رايي ان احنا كنا نلعب بثلاث ديفندرات صراحه من بدايه الماتش. يعني الجون بتاع سيف الدين الجزيري لما جه الشوط الثاني، يمكن الحمد لله يعني ان ده عدل الكفه شويه وخلى فيه امل في ماتش العوده. يعني هو جون جه الواحد ما كانش متوقع خالص ان بالشكل اللي احنا ظهرنا بيه الشوط الاولاني ان احنا نقدر الشوط الثاني ان احنا نقدر نوصل جون، رغم ان انا شايف ان فرقه نهضه بركان مش من الفرقه اللي تخوف او صح. فرقه انها ترعب عندهم هناك في المغرب او في مصر هنا. انا شايف انها فرقه عاديه خالص، هم بيتميزوا بالكور الثابته، واحنا ادينا لهم الفرصه ان هم ياخدوا كور ثابته كتير الشوط الاولاني، يقدروا يجيبوا واحد ضربه جزاء والثانيه من فاول ان هم يتقدموا على نادي الزمالك. انت شايف يعني كابتن حازم ان المشكله كانت في التشكيل في البدايه بوجود فتوح لوحده خالص، يعني ما حدش كان بيساعده؟ طبعا انا شايف ان كان لازم ان يبقى ثلاث ديفندرات صراحه، يعني على الاقل الشوط الاولاني انت شوف الماتش راح فين. انما الشوط الاولاني كان في ناحيه فتوح كانت يعني متباع خالص ان عدم رجوع سامسون مش مكانه. واحمد حامد طبعا لعيب كويس وكل حاجه، بس كنا انا من وجهه نظري ان انا ما يلعبش هناك يا حازم. نعم يا كابتن، يعني احمد حمدي ما يلعبش الماتش ده هناك، اللي يلعب زي ما انت بتقول اتنين ديفندرات، وما كنت ممكن تخلي نضاي هو اللي يلعب على الباك رايت، هيخف الضغط كتير على احمد فتوح. بالظبط يا كابتن، يعني حد كان لازم يساعد، لازم الباكين في الماتش ده كابتن. انت عارف ان الضغط بقى جامد جدا، اول يعني انا قلتها امبارح اول نص ساعه هيبقى في ضغط كبير جدا واحنا لازم نمتص الضغط ده، كان لازم حد من الموجودين من اللي في نص الملعب دايما يساعد الباك رايت والباك ليفت. دي ما حصلتش مع فتوح الشوط الاولاني، ف يعني انا شايف ان الهدفين اللي جم كانت من الناحيه دي، لان فتوح كان لوحده خالص. يعني هو فكره كمان الماتشات اللي زي كده يا كابتن حازم، الثلث ساعه الاولى الحقيقه ودايما يعني عارفين ان ده هيحصل الحقيقه، عمليه ضغط هتكون من الخصم في ارضه وملعبه ومباراه نهائيه، لازم ابقى واخد بالي ما بقاش خلي بالك كمان يا كابتن فاروق عندي ال- 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 الرعونه كده، وان انا لا خلي بالك كمان ان انت اول ربع ساعه فرقة نهضة بركان كله مركز ان يجيب ضربة جزاء، كله عايز عشان ان هو لازم بقى خلاص انا فاهم، لازم بقى يبقى في وعي تكتيكي وفراسة من لعيبة الزمالك في الحتة دي، ان انا خلاص هم بيرموا جتتهم عشان ياخدوا ضربة جزاء. انا افهم بقى بالظبط الخبرات هنا كابتن حازم، الخبرات هنجيبها منين بقى؟ الخبرات هو لازم المفروض كان يا فاروق المفروض الفرق الديفنس يطلع لبره ما يدخلهمش ال 18، يبقى الكره تتدعم من بره. انا بتكلم على النقطه اللي بيتكلم فيها ايوه، طب ما بيتكلم في نقطه مهمه، انا ابقى عارف ان ما دي خبره لان هم عملوها مرتين يا فاروق. الراجل حتى لما تردد في يد انه يدي ضربه جزاء وقال كورنر، لان هو قال لك ان عملوها مثلوها مرتين، ما كانش مصدق ان هي ضربه جزاء الا لما راح الفار. دي يا حازم معلش يعني دي كان لازم الديفنس ياخد الناس ويطلع بره ال 18، ما دخلهمش جوه. صح يا كابتن، صح يا كابتن، ده هو بس انا كنت شايف ان كان في رهبه برضو، يعني في بدايه المباراه كان في رهبه ان فرقه نادبر كان يمكن وصلت للجون اول 30 ثانيه او 35 ثانيه لما في اللاعب اللي وقع في داخل منطقه الجزاء لما شاطها، فانا حسيت ان اول 30 ثانيه عملت رهبه عندنا، فعشان كده الدفاع عندنا رجع ورا شويه عشان هم قدروا يوصلوا يخشوا جوه منطقه الجزاء اكتر مره، زي ما كابتن رضا بيقول مثلوا في واحده وفي الثانيه وفي الثالثه عرفوا ياخدوها يعني. بس هو انا شايف من الاول خالص ان الديفنس رجع كده لما شاف ان في اختراقات كبيره قوي من الجنب الشمال عندنا، فهم ما حبوش ان هم يبقى في يعني زي ما انت حضرتك عايز ان يبقى في ديفنس عالي شويه عشان لعيبه نقطه بركان ما تخشش جوه منطقه الجزاء عندنا، فدي هي اللي عملت المشكله. يعني انا زي ما كابتن رضا بيقول لو كان نضاي موجود من بدايه الماتش انه يقدر يساعد فتوح من ناحيه الشمال زي ما شحاته بيقدر يروح ناحيه عمر جابر ويساعده ناحيه اليمين، كنا يعني انا كنت بقول النتيجه كانت هتتغير عن كده، خصوصا كمان كان في وقت من وقت نادي الزمالك استحوذ بشكل جيد والله، يعني كانت ده في الشوط الثاني. الشوط الثاني انما الشوط الاولاني زي ما حازم بيقول كده، لو نضاي ده بيلعب من البدايه 4-4-2، وانا شايف ان والله النهارده نجم الشوط الاولاني بلا منازع كان محمد شحاته، يليه على طول سامسون لان الوحيد اللي كان بيقف على الكوره ويبدا يعمل محطه ليك صح. ولكن المشكلة كلها ان لعيبة الزمالك زيزو ما كانش في حالته الشوط الاولاني،
يمكن كان اول مره كنت اشوف زيزو في الدقيقه 21 في الكورنر اللي هو راح رفعه من ناحيه الشمال، واخد بالك؟ كان بقى له 21 دقيقه، انا فكرت ان هو ما بيلعبش والله، واخد بالك؟ كان اللي كان شايل الحمل محمد شحاته ويليه سامسون زيزو الشوط الثاني. ايوه وخلي بالك ان الراجل برضو اتاخر في تغيير نضاي، يعني هو زي ما حازم بيقول كده كان من بدايه الشوط الثاني لو هو قرا الجيم لازم انزل نضاي مكان احمد حمدي يقفل الحته دي. وخلي بالك ان الفرقه كلها بتاعت نهضه بركان بتعتمد على بما فيهم معين الشعباني، بتعتمد على ضرب الجزاء وضربه ثابته. كره الطوليه كمان يا كابتن، ضرب الجزاء تحديدا على الارض خالص. هي بص، محدش يخوف، هو الوحيد اللي كان يخوف الراجل اللي هو كان بيلعب على فتوح.